يبدو أن العلاقات المتوترة بين طهران وواشنطن قد دخلت منعطفاً خطيراً جديداً، حيث تواجه إيران رغم نفيها اتهامات بمحاولة استهداف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبيل الانتخابات الرئيسية. طبعاً كان سابق، الآن هو الرئيس الحالي. يعني تعود جذور هذه الشبهات إلى تحقيقات سابقة، إذ كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي أن براين هوك المبعوث الأمريكي السابق كان أيضاً هدفاً لخطط إيرانية. في خطوة تصعيدية وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات فيدرالية، هذه الاتهامات طبعاً هي كانت لثلاثة أشخاص على صلة بهذه المؤامرة. تشير وثائق المحكمة إلى أن مسؤولين إيرانيين طلبوا من أحد المتهمين فرهاد شاكري مراقبة تحركات ترامب وتنفيذ عملية اغتيال في نهاية المطاف. طبعاً ما زال شاكري بحسب الأخبار هو حر وطليق في إيران، مما يزيد من غموض هذا الملف وتعقيداته. إذا ما أردنا أن نذهب إلى بعض التصريحات عن هذا الموضوع تحديداً، كما نشاهد هنا من وزير العدل الأمريكي عندما نتحدث بأنه إيران فعلياً هي في دائرة الاتهام بمحاولة اغتيال ترامب وهوك أيضاً، ما الذي قاله وزير العدل؟ قال بأنه العميل الإيراني قاد شبكة من المجرمين لتنفيذ خطط إيران لاغتيال أهدافها، بمن فيهم طبعاً دونالد ترامب. أما الـ FBI قالوا بأنه شاكري يعد عنصراً مهماً بالنسبة للحرس الثوري. إذا ما أردنا أن نذهب ونقرأ بعض التصريحات من قبل الجهات الرسمية الإيرانية، قللت من قيمة هذه التصريحات وقالت بأنه الاتهامات حول تورط طهران بمؤامرة لاغتيال ترامب هي فعلياً لا أساس لها من الصحة. أما إسماعيل بقائي كما نشاهد هنا قال بأن الاتهامات مؤامرة إسرائيلية لتعقيد الوضع بين طهران وواشنطن. طبعاً اعتدنا دائماً بأن الجانب الإيراني دائماً ما يلقي اللوم على الجانب الإسرائيلي بأنه فعلياً هو من يقوم بهذه الاتهامات. إذا ما أردنا أن نذهب إلى المراقبين الذين قالوا بأن الاتهام هو رسالة من أمريكا لطهران مفادها أن أمن وسلامة الأراضي الأمريكية هي خط أحمر.